حسن سليماني من المنطقه ديال ولاد زيان اقليم برشيد. كنتواجدوا في الضيعه ديال الفلاحه هذا اللي شو كان عندنا فيه واحد الارتفاع في الاسعار كبير ملي كانت القرقارات حابسين، ودخل سيدنا الله ينصرو هو اللي حل هذه المشاكل ديال القرقارات، ودابا راه غير شويه ما بقاش هذاك الثمن مرتفع كما كان. وبالنسبه للفلاحه عندنا فيها غلاء بزاف في الاسمده، في الدواء، في الكرا، في الماء، عندنا مشكل في الماء، الماء الفرشه المائيه بعدات، والناس هما ما بقاوش كيكريو لك الارض، ولكن كيكريو لك واحد الثمن باهظ، ربما كتمشي تقريبا الهكتار كيمشي حتى ل 9000 درهم حتى ل 10000 درهم باش كنكريو، والفرشه المائيه ناقصه. وما كنطلبوا من سيدنا الله ينصرو، ونطلبوا من الوزاره تدخل وتشوف تعاوننا، راه حنا مكرفسين بزاف في المنطقه ديال ولاد زيان. وكما كتشوفوا معنا هذا السيد، ممكن هذا السيد هو اللي كياخذ السعه كيديها لافريقيا، وتما راه مكرفسين تقريبا، راه كيصيروا بزاف ديال الفلوس، ولكن هذيك الفلوس ما كيشدوهاش. حيت علاش؟ حيت الفلاح ما يمكنش ليهم يعطيهم المحصول بواحد الثمن قليل، حيت حنا طالع علينا ربما كطلع علينا الهكتار كيطلع لنا حتى ال 50000 ولا 60000 اللي غيمشي للرموك، هذا هو اللي غيمشي للقرقيرات. كل ما كانوا شاد الناس، كل ما فتحش لنا سيدنا هذا الطريق، كنا ولا عندنا مشاكل تعود عندنا. كاين حتى حتى في البصله ازروقي، كاين 40 36 34 24 حتى 40 ريالي ازروقي، هنا كنبيعوا ب 50 46 44 محمد هاي امي ناقصد لها نبيعوا ناقصد لها امي الثمن المناسب، الثمن المناسب للوكال، البصله ب 60 ريال 50 ريال ساك راه الثمن المناسب للوكال، خير موجوده هاد العام في البصله. الوقت الشامل السابق كندير لهم السوق كنلقى الخضره موجوده، كل شيء موجود، فلاحه معاونين معنا وحنا معاونين ما دراوش. رجع دابا هي شادي خضره جديده دابا دخلت هذيك ديال الفريق، وهذيك السلام هذيك اللي كانت ديال الفريق ديال الفريق ديال الفريق، هذه دابا الجديده هي اللي داخله دابا هنايا، هي الجديده دابا ديال البلاد اللي داخله ديال البلاد، ولاد زيان ولاد زيان داخله دابا ديال البلاد ديال ولاد زيان ديال مرشيد ديال النواحي ديال الدار البيضاء، ماشي برانيه من هنا من البلاد. الحمد لله كاين التمام مزيان وكاين الشارك الاقبال على حساب الدرويج. دابا الفلاح اللي شويه محل الفلاح السوق طايح عنده ديال الخضره، الفلاح اللي شويه محل مع الصوائر ومع بزاف ديال البوتا كوز، وكاين المصاري الله يكون في العون وصافي والله يصوب. احنا الحمد لله على الخير ديال الماء اللي طاحت الشتا اللي طاحت، راه صوبت الوقت ان شاء الله، ونتمنوا المزيد ان شاء الله الحمد لله، ونتمنوا البلاد ديالنا تكون بخير وتزدهر ان شاء الله، وعاش الملك والله يكمل على الجميع. السنك هو اللي كيغلي الخضره، هذا الشيء ديال السنك هو اللي كيغلي الخضره، هذا الشيء اللي كاين. الخضره راه مناسبه دابا، الطاطا اللي باقا طالعه واحد شويه خاصها تنخفض، الطاطا دابا 2600 الصندوق بحال 80 ريال كيلو جمله، وراه هذا هو اللي كاين. الديسير راه بين الثمن ديالو، الديسير دابا راه هو هو التفاح، ملي كيدخل وقايته راه كيكون رخيص، ملي كيولي التفاح فريكوات وداك الشيء راه كيغلى. البنان دابا وقايته، البنان دابا راه جمله داير 115 كيبيعوا 160، راه هذا هو اللي كاين في السوق. الجلبانه دابا بدات كتدخل طالعه، ملي تبدا راه ديما طالعه، يعني راه باز الناس اللي راه كتعاني مع الكورونا، كاين اللي كان مسكين ما خدامش، ودابا كتشوف يعني الحاله ماشي هي هذيك، ولكن راه كنصبروا وكنشريوا كل شيء. طاطا 100 ريال، مطيشه واصله 4 دراهم، هنا جينا للسوق باش زعما نديو السلعه شويه رخيصه، ولكن بحال بحال نفس الثمن. داك الشيء حنا جينا من مدينه الدار البيضاء باش نتقداو في هذا السوق ديالنا، ولكن راه بحال بحال، يعني نفس الارتفاع اللي كاين تما كاين هنا، ما كاينش شي فرق. الخضره اليوم في السوق في الخميس تراقص شويه، بعدا كان بطاطا مابقاش في هذاك الثمن، 100 ولات خضره رخيصه ب 60، خضره كاع رخاص كامله، فهمتي؟ شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.